وبلشنا اليوم الثالث. اليوم عنا كله مغامرات. عنا أول إشي تراكتورون، بعدين عنا سيارة اللي بتمشي بالماي، وبالآخر رح ننهي النهار ورح ننهي الرحلة بكاميونيت بوديلسكي، مدينة كتير كتير حلوة. إن شاء الله الفيديو هذا رح يعجبكم. أعطونا أواعي طائية لفولنا إجرينا عشان الوسخ، لأنه الدنيا شتا. وهي هي المجموعة تبعتنا. هلأ رجعنا على كاميونيت بوديلسكي، آخر محطة إلنا قبل ما نرجع على كييف. وهلأ رح نطلع بسيارة البي آر دي أم، سيارة من تصميم روسي ومستعملة ب 38 دولار. هلأ أصل السيارة هذه هو عسكري، السيارة بتقدر تمشي بالمي، وإحنا رح نقعد على السطح تبعها فوق. هلا قدام كنيسة أرثوذكسية انبنت بال 1799، الجرسية انبنت ب 1863، وبال 53 الاتحاد السوفيتي سكر هذه الكنيسة، وكانت تستعمل زي سينما بال 1988. والتصميم تبع الكنيسة هذه تصميم تابع لمدينة كاميونيت بوديلسكي، وكلها مبنية من الألف للياء من الخشب. احنا هلا عمالنا نمشي بمدينة كاميونيت بوديلسكي اللي موجودة بالغرب الأوكراني، وقريبة على مدينة تشيرنفتسي، وهي قسم من محافظة خميلنيتسكي. وتعداد السكان فيها اليوم هو 98,970 نسمة، هذا طبعا تقريبا الرقم. المرشد حكينا عن تاريخ هذه المدينة، وصراحة ما ضلش حدا اللي احتلها. أنا بدي أحكي لكم بشكل بسيط وملخص عن تاريخها. بالقرن الـ11 كانت قسم من كييف روس، بال 1241 دمروها المغول، من 1352 لل 1672 حكموها البولون، من 72 لل 99 حكموها العثمانيين، بعدين العثمانيين بال 1699 رجعوها للبولون، والبولون حكموها لل 1793. بعدين من 1793 ل 1915 قعدت تحت حكم الروس. بالحرب العالمية الأولى احتلتها النمسا، عشان نكون أكثر دقة، بال 1915. من 1921 لل 91 كانت تابعة للاتحاد السوفيتي. طبعا تاريخ هذه المدينة اللي أنا استغربت منه إنه فيها كان كتير يهود، قسم كبير من السكان تبعونها يهود. ووقت الثورة تبعت خميلنيتسكي، تبعت بوهدان خميلنيتسكي اللي صارت بال 1684 لل 1658، اتضررت الجالية اليهودية من الأوكران ومن تتار الكرم. بالقرن ال 18 اليهود والفرنسيس كانت تدبحوا، بعد ما خوري باسم ديبوبيفسكي طلب بحرق التلمود بالعلن. بالقرن ال 19 أغلبية اليهود تاعون كاميونيت بوديلسكي هاجروا للولايات المتحدة،
وعاشوا بمدينة نيويورك. القلعة اللي انتو شايفينها هلا برجع تاريخها للقرن الاثناش تلاتاش، وكانت مبنية عشان تحمي الجسر اللي كان يربط المدينة مع الأراضي، يعني كانت تحمي الطريق زي ما انتو بتقدر تحكوا، يعني زي أي قلعة كانت كاشفة وبتحمي الطريق. بالقرن الثمنتاش البولون صاروا يستعملوا القلعة مش للدفاع عن المدينة بل كسجن. بيومنا الحالي هي متحف، ادخولية رمزية، بتقدروا تطلعوا على الأبراج وجوا بتقدروا تشوفوا طرق التعذيب اللي كانوا يستعملوها البولون. ب 21/8/2007 القلعة صارت واحدة من السبع العجائب تاعون أوكرانيا، وهي صراحة رقم ثلاثة. وهذه كانت الرحلة تبعتي بكمينيتس بودينسكي. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. باي باي.